رغم ان مهرجان العالمين خلص من كام يوم، لكن مازال تأثير المهرجان واثره على حركة السياحة مازال ممتد. ايه الدليل على ده؟ انه لحد دلوقتي نسبة الاشغالات في فنادق العالمين والساحل الشمالي 100%، وده مش كلامنا، ده تصريحات من المهندس محمد خليل نائب رئيس جهاز العالمين الجديدة. طبعا في مكاسب تانية، لكن لو هنيجي نتكلم عن نسبة الاشغال دي بتعني ايه؟ بتعني ان شوارع مدينة العالمين فيها سياح كتيرة جدا، بتعني ان الشواطئ اللي موجودة في مدينة العالمين بشكل عام، كل الشواطئ فيها نسبة الإشغال عالية، فبالتالي بيستعينوا بناس شغالين في هذه الشواطئ. بالنسبة للفنادق بيستعينوا بناس إضافية عشان تقدر تستوعب الزيادة من جانب السياح، عشان يقدروا يقدموا خدمة تليق باسم المدينة. معناه أن أي حد فاتح مشروع في مدينة العالمين، سواء في المدينة الجديدة، المشاريع اللي موجودة على الشواطئ، أو حتى في المدينة القديمة، كل هذه المشاريع بتشهد رواج تجاري خلال الفترة دي، ودي حاجة كويسة أعتقد، لأنه كل ما زادت نسبة الإشغال كل ما كل المشاريع اللي شغالة هناك وفي حركة في المدينة زي ما بنقول. في جانب آخر محتاجين برضو نركز عليه، مكاسب من نوع مختلف، وهي المتعلقة بالقوة الناعمة المصرية اللي بتحقق مكاسب اقتصادية واستثمارية كبيرة جدا، وكمان انت بتقدم صورة إيجابية عن الفن وعن الثقافة والسياحة المصرية قدام العالم كله من خلال هذا المهرجان. المهرجان قدم مدينة العالمين للعالم كنموذج لمدينة عصرية على أرض مصر، وكمان بقت وجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية والتنمية المستدامة على ساحل مصر الشمالي. خصوصا ان المهرجان كان ليه تغطية دولية كبيرة، لانه طبعا احنا شفنا ازاي جمع بين الأنشطة الترفيهية والأنشطة الثقافية وكمان الفنية في مكان واحد، وده كان واضح لينا بشكل متكامل، وده يمكن هو اللي خلق رغبة عند كتير من العرب والسياح الأجانب انهم يحضروا المهرجان ويزوروا مدينة العالمين الجديدة. طبعا ده مش كلامنا، ولو انه من حقنا ان احنا نفخر بحاجة زي دي، لكن احنا مبارح في صباح الخير يا مصر كان عندنا سلطنا الضوء على عدد كبير جدا من وسائل الإعلام والسوشيال ميديا العربية والعالمية اللي اهتمت بالمهرجان. شفنا طبعا الإمارات والسعودية وغيرها من الدول العربية، شفنا روسيا وهي بتسلط الضوء على هذا المهرجان وبتبرز جمال مدينة العالمين. كل ده بيكون ليه تأثير كبير جدا على حركة السياحة. المهرجان قدم للعالم كله مدينة سياحية مختلفة، مدينة بتتميز بشواطئ فيروزية ساحرة الحقيقة، وكمان بيتحقق فيها تطور عمراني بيراعي جوانب الحياة العصرية والحضارية، وده بيتجسد في مراكز بقى تجارية عالمية، أبراج سكنية وسياحية على أعلى مستوى زي ما حضراتكم شايفين. ده طبعا بجانب بقى أن كل المشاريع المهمة الموجودة في المدينة دي زي الممشى السياحي والحدائق العامة وكمان مناطق الخدمات. يمكن نقول ان المشاريع دي هي اللي بتميز مدينة العالمين الجديدة وبتخليها مدينة صالحة للإقامة، وتخلي السائحين وتخلي المستثمرين موجودين طول السنة مش بس في شهور الصيف. احنا النهاردة على مدار الحلقة هيكون معنا اكتر من فقرة هنتكلم فيها عن ايه اللي بيحصل في العالمين، وهنتكلم فيها كمان عن الاستثمار العقاري اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة. بنصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر.